كارثة غير شائعة الحدوث حلت بأمريكا. طريق سريع يعد من أكثر الطرق ازدحاماً في الدولة العظمى انهار بشكل مريب، ترك الخبراء في حيرة من أمرهم، وطرح أسئلة جديدة قد تغير من المفاهيم الهندسية الشائعة في مجال بناء الجسور والطرق السريعة. إنها حادثة انهيار جسر الطريق I-95. طريق I-95 يعتبر شريان مرور رئيسياً في الولايات المتحدة، يمتد بطول 3000 كيلومتر على الساحل الشرقي، ويربط ولاية مين الواقعة أقصى الشمال الشرقي للبلاد بمدينة ميامي في الجنوب الشرقي بولاية فلوريدا. في تاريخ 11 يونيو عام 2023، وتحديداً عند الساعة 6:30 صباحاً، عبرت على طريق I-95 السريع ناقلة نفط محملة ب8500 جالون. سائق الناقلة كان يحاول الانحراف شمالاً باتجاه المخرج، لكنه فقد السيطرة فانقلبت مركبته على جانبها وتسببت بضرر للصهريج الذي بدأ بتسريب الوقود ثم اشتعل مولداً حريقاً هائلاً. وفي تمام الساعة 7:30 صباحاً من اليوم ذاته، تمكنت إدارة الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده، لكن المفاجأة كانت بانهيار الطريق، فالحريق كان كبيراً لدرجة أنه تمكن في 20 دقيقة الأولى من التأثير على العوارض الفولاذية للجسر. تعرض الجسر الفولاذي للحرارة الناجمة عن الحريق، ما قد يسبب تداعيه بغضون 20 دقيقة فقط. تحليلات الخبراء أشارت إلى أن درجة حرارة العوارض الفولاذية في البداية وصلت إلى 537 درجة مئوية، الأمر الذي أفقدها 50% من صلابتها. ومع اشتداد الحريق ارتفعت حرارة العوارض إلى 980 درجة مئوية، فأصبحت غير قادرة على حمل وزنها، وسرعان ما ضعفت البنية بالكامل وانهارت تماماً، وسقطت معها مئات الأطنان من الفولاذ والخرسانة على الطريق. الأمر الغريب أنه عند بناء الجسور تتم تهيئتها لتحمل الأوزان الثقيلة ومقاومة الرياح والفيضانات والزلازل، لكن الحريق لا يدخل ضمن هذه الحسابات. الحادثة تلك فتحت الباب على اقتراحات لحل هذه المشكلة مستقبلاً، خاصة أن الولايات المتحدة شهدت 30 حريقاً أدت لانهيار عدة جسور بين عام 1980 وعام 2012. واحد من تلك الحلول هو رش العوارض الفولاذية والخرسانة بطلاء مقاوم للحرائق، وهو كفيل بتأخير ارتفاع حرارة العوارض لمدة ساعة على الأقل، ريثما يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق. استخدام الطلاء المقاوم للحرارة على الجسور الحالية قد يزيد من تكلفتها الأصلية بمقدار 6 أو 7%، لكن هذا الجسر مصمم ليعيش 100 عام وأكثر. ورغم أن الانهيار حدث في الجانب الشمالي، فإن الحريق أثر على هيكل الجانب الجنوبي، فأغلقت السلطات الطريق واستدعت فريق البناء الذين يعملون على مسار مؤقت، ريثما تتم إعادة بناء الجزء المتضرر من الطريق بتكلفة تقدر ب7 ملايين دولار.